نظام الحكومة. أوضح لي الصورة اللي هناك أحسن لكم من أول. السلام. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن المانجمنت اوف بيشنتس وذ هايبرتنشن، وراح نبلش في تشابتر 21 اللي هو بيحكي عن الهيماتولوجي، هيماتولوجيك ديس اوردرز. بلش بالهايبرتنشن. شو معنى هايبرتنشن؟ شو الفرق ما بينه وبين هاي بلود بريشر؟ لا مش نفس الشيء. هسه انا لو اعصب بيرتفع ضغطي، لكن هايبرتنشن هو كونستنتلي بيكون اباف النورمال رينج. فالهايبرتنشن هو كرونيك ديزيز مش ابيسود، ماشي؟ هو كرونيك ديزيز مش ابيسود اوف هاي بلود بريشر. هسه كل اللي موجود بالكتاب للاسف حتى الطبعه الجديده ما حدثت القراءات. احنا عشان موضوع لازم نكون ملتزمين بتكست بوك، فراح نرد على الموجود في الكتاب، لكن الصح راح اعطيكم اياه في سلايد معين، وانتم المطالبين في الموجود في السلايدات، ماشي؟ ف defined as systolic blood pressure. شو تعريف الهايبرتنشن؟ اذا ارتفع عندي السيستوليك فوق ال 140 او اكثر، 140 او اكثر، او اذا ارتفع الدياستوليك 90 او اكثر، او كلاهما طبعا، بقول انه البيشنت عنده هايبرتنشن. مش من اول مره لازم ناخذ افريج اوف 2 اور مور، وشو هنا تحت يا خط اكيوريت بلاد بريشر ميجرمنت. الكمبيوتر شكله مضروب، تمام؟ فانا اتليست لازم يكون في عندي 2 ميجرمنتس، قراءتين، والاهم اهم شيء انها تكون قراءتين شو مالهم اكيوريت. قديش بين كل قراءه وقراءه او بين قراءتين لازم يكون اتليست 1 تو 4 ويكس ابارت. ومين لازم ياخذ القراءه؟ هيلث كير بروفايدر. يعني ما بيزبط البيشنتس بيقول والله انا قستها السبت كانت 150 على 100، السبت اللي بعديه ما برد عليه. لازم مين ياخذ القراءه؟ هيلث كير بروفايدر. معادله البلد بريشر هي عباره عن كاردك اوتبوت ضرب البريفرال فاسكولار ريزيستنس. كاردك اوتبوت احنا عارفين شو هي البريفرال فاسكولار ريزيستنس. شو هي البريفرال فاسكولار ريزيستنس؟ قديش في اوريدي بريشر جوات الارتريز خصوصا الاورطه. هاي هي طبعا، هاي انا ليش بقول خصوصا الاورطه؟ لانه مين اللي في دايركت كونتاكت مع الهارت؟ الاورطه. مشكله البلاد بريشر انه شوي شوي قاعد بيعمل دمج للاورجنز، خصوصا الفايتال اورجنز. مين هم؟ هارت، كيدنيز، برين، ايس. هذول اكثر شيء بصير فيهم دمج بسبب الهايبرتنشن. شو شو ماله هذا معلق؟ طيب نكمل. فهذا اللي صار عليه تعديل، هذا الجدول. Classification of blood pressure for adults aged 18 او اكثر. المتعارف عليه واللي احنا بنعرفه انه النورمال اقل من 120 السيستوليك، والدياستوليك اقل من 80. Pre hypertension هذا قديما كان يسموه بري هايبرتنشن، من 120 ل 139 او من 80 ل 89. ستيج 1 هايبرتنشن من 140 ل 159، او الدياستيك يكون 90 ل 99. وستيج 2 هايبرتنشن اكثر من 160 السيستوليك، والدياستيك اكثر من 100. وهي احنا هنا اذا ظلوا زي هيك احنا بنسميه uncontrolled. شو يعني uncontrolled؟ في تشانس كبير يصير في دمج
ويصير مع البيشنس ايش مسميها هايبرتنسيف كرايسيس. هذا انتم المطالبين تحفظوه، هذا المطالبين انكم تحفظوه. ايش الدراسه الجديده اللي طلعت متى؟ طلعت في السنه الماضيه تقريبا زي هذا الوقت بالسنه الماضيه، لان انا اعطيته للسنه الماضيه. فالنيو بلاد بريشر كاتيجوريز النورمال انه يكون ظل النورمال زي ما هو، السيستوليك اقل من 120 من الدياستوليك اقل من 80. طبعا مين هذا اللي بيحط لنا هذول الكاتيجوريز؟ امريكان هارت اسوسيشن، اللي قلنا هم اكثر ناس سبيشالايزد في موضوع الكارديوفاسكولار ديسوردرز. فهذا النورمال ظلوا زي ما هو. كنا نسميه بري هايبرتنشن، لا صرنا نسميه اليفيتد بلاد بريشر. وتعريفه قديش كان بالاول؟ 120. قديش صار هون؟ 120 ل 129، والدياستوليك ظلوا نورمال. اذا الدياستوليك ارتفع لو بمقدار واحد هذا بنسميه ستيج 1 هايبرتنشن. فالستيج 1 هايبرتنشن لما يكون الدياستوليك من 80 ل 89 او السيستوليك من 30 ل 139، هذا شو سميناه؟ ستيج 1 هايبرتنشن. الستيج 2 هايبرتنشن 140 او اكثر، او الدياستوليك يكون اكثر من 190. ليش عملوا هيك؟ لانه زي ما قلنا الريسك فور ديزيزز صارت تزيد عندنا في المجتمعات وسبب الانهيلثي لايف ستايل. فبالتالي لو ضلينا على القراءات القديمه وكان مع البيشنت اوبيزيتي وكان عنده دايابيتيس بكون اوريدي عنده ديس اوردرز زي كاردوفاسكولار ديس اوردر. فقالوا لنا احنا لا، احنا خلينا نكون ستريكت بالريدنجز عشان نمنع الاذر كومبليكيشنز او الكومبليكيشن البيجر كومبليكيشنز. فخلينا نشتغل من البدايه. طيب قلنا confirmed by two or more readings at least two separate occasions. بناء انا مين باخذ قراءه السيستوليك ولا الدياستوليك؟ يعني القراءه الاعلى، يعني واحد كان عنده البلد بريشر 115 على 80 و 81، شو هذا بقول عنه؟ مش دياستوليك. هذا هو، خلينا نيجي على التفاصيل شوي، لكن انا شو بسميه؟ ستيج 1 هايبرتنشن بناء على الموجود هون. ماشي. فانا بما انه في عندي اي وحده فيهن مرتفعه بعطي لك كلاسيفيكيشن. قلنا هذا الكلاسيفيكيشن انتم غير مطالبين فيه، لكن هو الصح، هو الان اللي ماشي عالميا. بس وين الشغله المهمه؟ انه انت كيف تعمل ميجرمنت للبلد بريشر. الاكوريت ميجرمنت، اول شيء البيشنت مش لازم يكون يحكي، خليه ساكت. البيشنت شو لازم يكون؟ يفضي البلادر. كمان استخدم الكف سايز الابروبريت للارم تاع البيشنت. بزبطش احط الكف على اي نوع من الملابس، لازم تخلي البيشنت يطلع ايده فوق ما بتاثرش. هذا حكي بطلنا ناخذ فيه. كمان الارم لا تخليها شمدليه، شو لازم تضلها؟ supported at a heart level. كيف يعني supported؟ يعني تحط اشي تحتيها او ايدك، انت امسك له ايدك خليه هو مرخي ايده. هذا هي البوينت، انه يكون مرخي ايده وتكون supported at the heart level. keep legs uncrossed, support back and feet. مش عارف قلت لكم ولا الشعبة الثانية، دائما انا اذا بدي اخذ الضغط لازم يكون البيشنس مش قاعد على حفة السرير ومدلي رجليه بالهواء، لازم يكون ظهره مسنود وجريه على الأرض. ماشي؟ عشان أنا أحافظ على ستيسي هوموستيسيس ما تأثرش على قراءة البلد بريشر. فلو أنا خليت جريه مدليات شو معناته؟ كل الدم تحت، فبالتالي القراءة راح تكون أقل من الطبيعي. فلا، أنا لازم أكون معطيه سبورت للباك وللفيت. فهاي هي الشغلات المهمة. زمان نرجع برجع بقول وين اللي انتم مطالبين فيه؟ هذا الكلاسيفيكيشن. لكن شو صح؟ هذا هايبرتنشن له اسم ثاني، شو سميناه؟ سايلنت كيلر. ما ببين عليه الساينز والسيمتومز الا لما يكون عامل دمج بالاورجانز. 33% من الادلت بوبيوليشن في امريكا معهم هايبرتنشن، بالاردن
22%، ودائما القراءات اللي زي هيك شو بكون عليهن question mark، قراءات تقريبية. هل هم فعلا فحصوا كل الشعب؟ وغير هيك أظل 22 شو مالهم؟ تلاقي عليهم signs and symptoms، احنا شو قلنا عنه؟ silent killer. 46% من الناس اللي عندهم hypertension مش قادرين يعملوا عليه كنترول. شو يعني مش قادرين يعملوا عليه كنترول؟ يعني الريدنج ساعتها بتاعت البلد بريشر شو بتكون؟ elevated. بين قوسين شو بدي اقول؟ انه مش ملتزمين بالميديكال ريجيمن، او احنا مش معطينهم effective treatment. الكلاسيفيكيشن تاعت الهايبرتنشن يا برايمري يا سكندري. برايمري ما بكون معروف شو الكوز تاعه، وهي نسبته 95% من البيشنت. سكندري نسبته 5%. وطبعا شو يعني سكندري؟ انه سكندري تو ديزيز، واهم ديزيز مين هو؟ كيدني ديزيز. اهم ديزيز للسكندري هايبرتنشن هو الكيدني ديزيز. حتى البرايمري هايبرتنشن لقوا انه الكيدني لها دور، رينين انجوتنسين الدستيرون ميكانيزم بتلاقيها اكتيفيتد حتى في البرايمري، لكن شو اللي خلاها اكتيفيتد مش عارفين. الكوزز او سكندري هايبرتنشن قلنا اهم شيء الكرونيك كيدني ديزيز، رينال ارتري ستينوسيس وهي لها دخل في الكيدني ديزيز، هايبر الدستيرونيزم يعني الغده الكظريه بتطلع الدستيرون اعلى، في كروموسايتوما اخذوها بالباثوفيسيولوجي. تطلعوش عليه، اخذوها بالباثوفيسيولوجي. هو نوع من انواع التيومر اللي بتصير في الادرينال جلاند، وبالتالي بصير في عندهم كاتكلومايز ستور، بتطلع كاتكلومايز خصوصا الدوبامين، فبتلاقي الضغط ارتفع مره واحده بدون اي سابق انذار. بكون ممكن يكون اجريفيتد باي ستريس، سموها في كروموسايتوما. سليب ابنيا اوبستركتيف سليب ابنيا، ارجعوا لمحاضره الريسبيراتوري وبتعرفوا ان قلنا جماعه اللي عندهم اوبستركتيف سليب ابنيا دائما مرتبطه يصير معهم هايبرتنشن وستروك وكاردك ديزيز. تخيل واحد ما ينامش في الليل، كل شوي يصحى ما فيش نفس ما فيش اكسجين، شو الاسترس عنده بالضبط؟ فهذا الاسترس مرة واحدة ممكن يرفع لك ضغط مرة واحدة، لكن إذا بتمضيها طول عمرك بستريس أندر ستريس بصير معك هايبرتنشن. كمان الهاي بلد بريشر ممكن يكون أسوسييتد وذ بريجننسي، وهذا بنسميه تسمم الحمل. باثوفيسيولوجي للهايبرتنشن ممكن يكون السبب اكسس بالصوديوم انتيك، او في عندي كيدني دامج فيور نيفرونز، او الستريس. هذول شو بيعملوا؟ بشغل الرينين انجيوتنسين الدستيرون ميكانيزم، بشغل السمباثيتك نيرفس سيستم، وكمان ما انه ما في عندك نيفرونز والستريس قلل البيرفيوجن للكيدنيز، راح يقلل الفلتريشن. وانت قاعد بتاكل صوديوم كثير وما في عندك فلتريشن، شو راح يصير في عندك؟ كميه الصوديوم ريتينشن عاليه، والووتر كمان محبوسه، هاي انترافاسكولار فوليوم راح ترتفع. هذول كلياتهم شو قاعدين بيعملوا؟ فينوس كونستريكشن. الانجيوتنسين 2 شو بتعمل؟ فيز كونستريكشن. سمباثيتك نيرفس سيستم بيعمل فيز كونستريكشن. فها كلياتها قاعده بترفع مين؟ كميه الدم الموجوده بالانترافاسكولار، واللي بده يرجع الهارت، واللي سميناها بريلود. السمباثيتك نيرفس سيستم شو قاعد بيرفع؟ كونتراكتيليتي. كونتراكتيليتي راح ترفع لنا الستروك فوليوم. كمان البريلود راح تزيد الكونتراكتيليتي وترفع اكثر الستروك فوليوم، فبالتالي الكاردك اوتبوت شو ماله؟ ارتفع. شو معادله البلد بريشر؟ كاردك اوتبوت ضرب البريفرال فاسكولار ريزيستنس. فهذا اول واحد رفعناها، وطبعا العلاقه طرديه، كل ما ارتفع الكاردك اوتبوت بيرتفع البلد بريشر. غير هيك البريفر فاسكولار ريزيستنس كمان رفعناها عن طريق الفينو كونستريكشن او الفيز كونستريكشن اللي بصير في الارتريز. في شغلات ثانيه، اندوثيليال فاكتورز زي الاثيروسكلروسيس مثلا او الدمج
الارتيريوس كولوروسس، مش الارتيريوس كولوروسس، ارتيريوس كولوروسس، اوبيزيتي، جينيتك التيريشن، اوبيزيتي مرتبطه مع الهايبر انسولينيميا اللي هو بين قوسين او مش نفسها، راح تؤدي للانسولين ريزيستنس وبعدين دايابيتيز تايب 2، وصير في عندي تغيرات في الممبرين تعون الخلايا، فهاي ممكن تعمل فيز كونستريكشن وتعمل هايبرتروفي في الخلايا تاعون الارتريز، وبالتالي بصير مع البيشنتس زي ما حكينا ارتيريوس كولوروسس، وبالتالي شو راحت الالاستيسيتي، فشو راح يزيد في عندنا هون بريفير فاسكولار ريزيستنس، انت رفعت الشغلتين هذول والبيشنت راح يصير معاه هايبرتنشن. الميجر ريسك فاكتورز، البلود بريشر ممكن تعتبره هو ساين، يعني واحد صار معاه هايبرفوليميا شو راح تلاقي عنده؟ إليفيتد بلود بريشر، ماشي. واحد عنده رينال ديزيز ممكن تلاقي عنده هايبرتنشن، فهي ساين كانت للديزيز هذا. او ممكن يكون ريسك فاكتورز، ريسك فاكتور لمين؟ مثلا للكاردك ديزيز، للام اي، صح هو ريسك فاكتور للام اي، ريسك فاكتور للستروك راح تاخذوها في الادلتو، او ممكن هو يكون ديزيز باي اتسلف، هو نفسه يكون مرض. الهايبرتنشن الريسك فاكتورز نفس الريسك فاكتورز تاعون الاثيروسكلروسيس والهارت ديزيز. ايش هما؟ طبعا نرجع نركز على الموديفايبل والنون موديفايبل ريسك فاكتور، ايج والهيستوري، كل ما زاد الايج بزيد الريسك فاكتور، نفس الشيء الناس اللي عندهم هيستوري بالعيله يصير عندهم هايبرتنشن بكون ريسك لهذاك الانديفيديوال اعلى. اوفر ويت والاوبيزيتي هذول شو مالهم؟ موديفايبل. فيزيكال ان اكتيفيتي موديفايبل، هذا شو ماله؟ نون موديفايبل. ديسليبيديميا موديفايبل. ديابيتس ميليتس ميتابوليك سيندروم كمان موديفايبل، بقدر اعملهم كنترول. كمان من الكونتريبيوتينج فاكتورز توباكو يوز اللي بيدخنوا، ان كان دخان عادي ولا اي سيجرتس، سكند هاند سموك، ستريس، سليب ابنيا، هذول كلياتهم كمان من الريسك فاكتورز او كونتريبيوتينج فاكتورز انه يصير مع البيشنتس هايبرتنشن. تتذكروا ميتابوليك سيندروم؟ تتذكروش لأنكم ما بتراجعوش، لكن حكينا عنه. ميتابوليك سيندروم لما يكون مع البيشنتس إليفيتد أو هايبرتنشن وعنده ساين سيمتومز أوف ديابيتيز زي فاستنج بلود شوغر مثلا يكون أكثر من 100، ويكون عنده سنترال أوبيزيتي، سنترال أوبيزيتي، وهي كيف بعرفها؟ عن طريق الويست سيركونفرنس، إذا بكون أكثر من 40 إنش للمن وأكثر من 35 إنش للومن هاي مسميها سنترال أوبيزيتي. وإذا كان الـ HDL أقل من 40 للمن وأقل من 50 للومن والتريجلسرايد أكثر من 150، أي ثلاث منهم من هذول إذا تواجدوا مع البيشنتس ثلاثة وأكثر طبعا بقول إنه عنده ميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم associated with heart disease، ستروك، وكل الاسكيميك ديزيزز اللي ممكن تصير، ثرومبو امبوليك ايفنتس اتسترا، طبعا والهايبرتنشن لا تنسوها. ساينز وسيمتومز الهايبرتنشن شو قلنا عنه؟ هو سايلنت كيلر، في الغالب ما بكون له اي ساينز. لما تطلع الساينز والسيمتومز شو بتدل؟ انه عند البيشنت صار اورجان دامج، فهي seen late and serious، فممكن يأثر على الرتنا يصير معها هيموريج أو يزيد الأوكسيديت بسبب زيادة الهيدروستاتيك بريشر في الأرتريولز الموجودة في الرتنا، ناروينج بابيلي إديما نفس الإشي سويلينج، هاي كلياته بسبب البريشر هاي بالرتنا. وطبعا البيشنت شو راح يصير في عنده؟ راح يصير في عنده غباش أو يبطل يشوف كويس. رينال دامج بسبب زيادة الكونستريكشن وقلة البيرفيوجن اللي بتروح للكدني، لأنه عندنا الرينين أنجيوتنسين الدستيرون ميكانيزم، فهذا راح يؤدي إلى رينال دامج. إيش علاماتها؟ الكدني فانكشن تيست تلاقيه المرتفعات
blood urea nitrogen خصوصا مين كرياتينين ischemic heart disease angina MI مين اللي بده يلاقي كل هال blood pressure هالمقاومة left ventricle شو راح يصير فيه hypertrophy كمان راح يتعب بالأول راح بده يحاول يتغلب على البرشر موجود في الأورطة عشان يقدر يفتح الأورتك فالف راح يشتغل صح بالأول لكن بعدين راح يتعب يصير مع البيشنت هارت فيلير وكمان ستروك والترانزيت اسكيميك اتاك شو هي الترانزيت اسكيميك اتاك احتاخوها بالأدل 2 بصير مع البيشنت أعراض جلطة دماغية لكن كل هاي الأعراض بتروح خلال 24 ساعة نسميها ترانزيت اسكيميك اتاك شبهوها للستيبل انجينا ماشي كيف الستيبل انجينا اجت الاعراض وراحت لما بايرست لا هذا اجت الاعراض وراحت خلال يوم واحد وهي اهم عرض لمين للستروك اذا واحد صار معه تي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاك البيشنت هذا لازم نظل مراقبينه لانه اذا ما اتخذنا اي اجراء راح يصير معه ستروك اسسمنت دياجنوستيك فايندينجز نعمل اسسمنت لكل التارجت اورجنز اللي ممكن ياثر عليهم بلود بريشر ناخذ هيستوري فيزيكال اكزام ريتينال اكزام لاب ريزلتس من نشوف يورين اناليسيس البلود كيمستري اللي هي كيدني فانكشن تيست من نشوف الجلوكوز كمان والريسك فاكتورز زي الكوليسترول بدنا نشوفها HDL والLDL ECG إيكوكارديوغرافي عشان نعرف إذا البيشنت عنده هايبرتروفي بالليفت فنتركل ولا لا ميديكال مانجمنت لازم أعمل كنترول عشان أمنع الكومبليكيشنز الكومبليكيشن هاي كل ممكن تؤدي إلى ديث إذا كان إليفيتد بلود بريشر فبالسلايدات شو كاتبين لنا نرجع البلد بريشر اقل من 140 ل 190 هذا بالسلايدات لكن الصح شو يكون اقل من 130 على 80 اللي ما لحق بيرجع للسلايدات الاولانيه بيعرف عنها شو بحكي بالنسبه لللايف ستايل موديفيكيشنز قلنا احنا راح نشتغل على الموديفايبل ريسك فاكتورز فبدنا نعمل ويت لوس نحافظ على بي ام اي من 18.5 تقريبا 25 او 24.9 كيلوغرام بير مليمتر سكويرد مليمتر داش دايت هذا بيركز انه يكون في عندك نسبه فروتس فيجيتابلز لو فات دايري برودكتس وين في الدايت تاعك عشان اقلل من نسب الكوليسترول الموجود في الدم اقلل الصوديوم انتيك لأقل من 2400 ميلي جرام بير دي وإذا قدر البيشنت يقللها أقل من 1500 بكون أحسن وأحسن فأول شيء خلينا ننزلها ل 2400 إذا قدر ينزلها ل 1500 يكون أفضل وف فيزيكال أكتيفيتي لازم البيشنت يعمل ايروبيك اكسرسايز زي البريسك ووكينج شو هو البريسك ووكينج؟ المشي السريع أتليست 30 أو 30 minutes a day كل يوم أو most days of the week إذا ما قدر يعني معظم أيام الأسبوع مش يكون أقل من 5 أيام في الأسبوع لازم نقلل الكحول consumption ويعمل management coping mechanism للستريس طلعوا الويت أهم واحد فيهن الويت الويت reduction إذا نزلت أنت الويت تاعك 10 كيلوغرام قديش راح ينزل القراءة الضغط من 5 ل 20 مليمتر اوف ميركوري تخيل اذا نزل البيشنت من وزنه 10 ممكن ينزل بلود بريشر تاعه طبعا هذا اي بريشر سيستوليك بلود بريشر من 5 ل 20 اذا البيشنت اعتمد على الداش دايت وعرفنا شو الداش دايت يكون في فروتس فيجي لو داير برودكتس ما يكون في ساتوريتد فاتس هذا ممكن ينزل من 8 إلى 14 مليمتر أوف ميركوري إذا بنزل الصوديوم ل 2400 قلنا وإذا نزل ل 1500 شو ماله؟ is better شو بكون البيشنت؟ ممكن ينزل الضغط تاعه من 2 إلى 8 مليمتر أوف ميركوري الفيزيكال أكتيفيتي أكثر من 30 دقيقة
باليوم most days of the week ممكن يقلل من 4 ل 9، يقلل الكحول من 2 ل 4. هلا انا راح اسالكم قديش كل واحد ممكن تنزل، لا مش لهالدرجه، لا ايميل. ايش هو الداش دايت؟ لازم تعتمد فيه على الجرينز. ايش هم الجرينز؟ الحبوب كامله، الفيجي، الفروتس، لو فات دايري برودكتس، لين ميت، فيش اند بولتري. ايش هم المقصد فيها؟ اللحوم الحمراء اللي بكون فيها الكوليسترول عالي والال دي ال يكون فيها عالي، بدك تكون اقل من 2 سيرفينجز ا داي. نوتس، سيدز اند دراي بينز، بشرط شو ما يكونوا انسولتد. بالضبط، شو يعني انسولتد؟ مش مملحات، من 4 ل 5 لخمس مرات في الاسبوع، لانهم هذول لقوهم انهم بيرفعوا ال اتش دي ال. أسف، في عندهم قاعدة بالنسبة للدهنة، أي كيف بعرف إن هاي الدهنة كويسة ولا لا؟ إذا الدهنة كانت جامدة وبالحرارة بتسيح، عرف إنها غير صحي. ماشي، أي دهنة بالحرارة بتكون مثلا جامدة وبالحرارة بتسيح، هاي غير صحي. زي مين؟ زي السمنة، الزبدة، الجبنة. لا لا لا، انا بقول اذا ايش، كيف تعرف ان هالدهنه صحيه ولا لا؟ اذا بتحطها على النار وبتسيح، عرف انها غير صحيه. هيك القاعده عن زيت زيتون سائل اوريدي. ميديكال مانجمنت، خلينا نبلش فارماكولوجيك. فاحنا كل شغلنا انه نقلل بريفر فاسكولار ريزيستنس عن طريق فيزو دايليشن، او تقلل بلود فوليوم عن طريق ثيوريتكس. ممكن تقلل من الستريينث والريت اوف هارت كونتراكشن عشان اقلل الكاردياك اوتبوت، صح؟ صح، معدل البلد بريشر، كاردياك اوتبوت ضرب بريفر فاسكولار ريزيستنس. طبعا حسب حاله البيشنت، ارجع واقول حسب حاله البيشنت. ثيوريتكس شو شغلها؟ بتقلل بلد فوليوم. بيتا بلوكرز شو بتعمل؟ بتقلل بريفر فاسكولار ريزيستنس، بتقلل الكاردياك اوتبوت. الفا 1 بلوكرز سيم ثينج كومبايند، او الالفا بلوكر شغلها اكثر على البريفيرال فاسكولار ريزيستنس تعمل فيز دايليشن. كومبايند الفا اند بيتا بلوكرز بتشتغل على البريفيرال فاسكولار ريزيستنس وعلى الكاردياك اوتبوت، فيز دايليشن على البريفيرال فاسكولار ريزيستنس. اي سي انهيبيتورز بتشتغل على، بالتالي راح تقلل البريفيرال فاسكولار ريزيستنس وراح تقلل البلد فوليوم. كيف تقلل peripheral vascular resistance؟ منعت الانجيوتنسين 2 اللي هو strong vasoconstrictor. كيف قللت blood volume؟ منعت الالدوستيرون، فبالتالي راح يزيد الديوريسس. calcium channel blocker زي dihydropyridines، هذا strong vasodilator، او ممكن نعمل renin inhibitor. البيشنتس اللي عمارهم 60 سنة أو أكثر ومعهم ستيج 1 هايبرتنشن، بقول لك بلشوا لهم كالسيوم شانل بلوكر أو ثايزايد دايوريتك. هذا إذا كان ستيج 1 وعمرهم 60 سنة أو أكثر. إذا كان عمره أقل من 60 سنة ومعاه ستيج 1 هايبرتنشن، شو من نعطيه؟ أنجيوتنسين كونفرتنج إنزيم إنهيبيتورز أو الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. والهدف منها برجع بقول امنع الريمودلينج للليفت فنتريكل عشان ما يصير فيه هايبرتروفي. منبلش دائما باللو دوزز وبعدين ممكن ازيد لحتى احقق الجول تاع اللي انا بدي اياه بالبلود بريشر. يعني مش بعطيه هاي دوز وبصير اقلل، بخاف اني اعطيه هاي دوز والبيشنت بروح مثلا سايق او في البيت يوقع يصير له فول انجري يعمل حادث اذا كان سايق، فلا بعمل شو؟ بعطيه لو دوزز بصير ارفع. هذا ايش؟ ستيج 1 هايبرتنشن. شو يعني ستيج 1 هايبرتنشن؟ يعني كنترولد. قلنا اكثر ستيج 2 او اكثر شو سميناه؟ ان كنترولد، بتلاقي عنده ساين سيمتومز.
وممكن نضيف ميديكيشن as needed لحتى نحقق الجول اللي بدنا اياه. فالمالتيبل ميديكيشنز ما بي اوردرد تو كنترول بلاد بريشر. بصم والدليل اني فشقت عنها. هلا جماعه الطب جماعه الكارديوفاسكولار كيف بناء على ايش بدي اعطي البلاد بريشر؟ بالنيرسينج هيستوري لازم انا اشوف الريسك فاكتورز، اشوف السيمتومز اوف الاورجان دامج حكينا عنهن، انجينا شورتنس اوف بريث، التيرد سبيتش. طبعا انجينا شورتنس اوف بريث هاي مصاحب للكورونري ارتري ديزيزز، التيرد سبيتش ليش مصاحبه للهيديك ديزنس، التيرد سبيتش لا للستروك الجلطات الدماغيه، بالانس بروبلم نفس الاشي، بيشنس اذا بصير معاه altered vision للريتنا، نوز بليد كمان بالارتريوز تاعون النوز، نوكتيريا يا بكون بيشنس معاه هارت فيلير يا بتلاقي معاه رينال فيلير، كارديوفاسكولار اسسمنتس بدي اشوف الابيكال بريفرال بلسز، نيرسينج دياجنوسيز اهم وحده مش مكتوبه altered تيشو بيرفيوجن، والاصل احدد شو نوع التيشو سيريبرال كارديوفاسكولار رينال بيريفرال حسب شو اللي موجود. بيشنتس مش مبين عنده مشكله لا بالسيريبرال ولا بالكارديوفاسكولار ولا بالرينال بس مرتفع بلاد بريشر بتقدر تحط له بيريفرال، اكيد راح يكون بيريفرال. انت من وين اخذت البلاد بريشر؟ بيريفرال. كمان ديفيسيت نوليدج وممكن نعطيه نون كومبلاينس لانه معظم الميديكيشن هاي راح يلتزم البيشنتس فيها لفترات طويله اذا مش لاخر عمر حسب ذراعه عرف يعمل كنترول رد علينا صار يعمل دايت رجع البلد بريشر تاعه وذين نورمال رينج بدون ميديكيشن ولا لا. ايش كومبليكيشنز اللي هم شو اللي بيعملهم بلد الهايبرتنشن؟ حكينا عن الليفت فنتريكولر هايبرتروفي ممكن يعملها، كورونري ارتري ديزيز زي الام اي، الانجينا، هارت فيلير، ترانزنت اسكيميك اتاك، الستروك. الستروك هي نفسها السيريبرال فاسكولار اكسيدنت او برين اتاك، رينال انسفشنسي اند رينال فيلير، ريتينال هيموريج، او اخر شيء البيشنتس يخسر النظر بشكل كامل. نيرسينج انترفينشن دائما ايدوكيشن له دور كبير، يعمل لايف ستايل موديفيكيشنز زي ما حكينا انه عن الاشياء الريسك فاكتورز عمل عليها كنترول زي البادي ويت مثلا، ادعم البيشنتس انه يلتزم بالميديكال ريجيمن. بزبطش والله هذا الليزكس ما بخلينيش اعرف انام، عرفنا كيف بتاخذ الليزكس 6 6. كونسلتيشن اند كولابوريشن ضلك متابع مع الدكتور عمل فولو اب، امفسايز كنترول راذر ذان كيور، خلينا نعمل كنترول على البلد بريشر احسن ما تفلت من الامور ويرتفع ويعمل لك دمج. ايال احسن اخلي التزم بالادويه وما يرتفع ضغطك ولا يرتفع ضغطك ويعمل لك مثلا ستروك وهات لحق، فلا خلينا نعمل كنترول احسن من الكيور. هذا المقصود فيها يعني امنع الكومبليكيشن. reinforce support lifestyle changes، بدك تصير تمشي بدك توقف دخان بدك تقلل كحول بدك تقلل نسبة الصوديوم، هاي اللايف ستايل تشينجز اللي لازم نركز عليها. هاي شو مالها زي قبل شوي حكيت لايف لونج بروسس بدك تلتزم فيها طول عمرك، اذا وقفت ترجع بصير في عندك ريلابس. مونيتورينج اند مانجينج اي بوتنشال كومبليكيشنز، ايفالويشن هاي هذا احنا بنسميه الخض. تعرف شو معنى خض؟ تعرفوا زمان لما كانوا شو بسموها هاي بخضوا في الشكوى اللي بخضوا فيها الحليب نفس الاشي بس يعني ايش احنا بنستخدم بنغير بترتيب الجمل. فالإيفاليويشن كل الاشياء اللي حكيناهن لازم يصير، السبيشن يصير عنده نوليج احفظ بلد بريشر اقل من 140 على 90، اذا كان اكثر من 60 سنة اقل من 150 على 90 حسب التكست بوك. بيشنت لازم يكون عنده اي ساين سيمتومز اوف كومبليكيشنز اللي حكينا عنها،
والبيشنس لازم يكون ادهير، يكون عنده ادهيرنس للسيلف كير بروجرام، يقلل الكالوري، يقلل الصوديوم، يعتمد على الداش دايت، يعمل اكسرسايز، ما يكون عنده كومبليكيشن، ياخذ الادويه، وعلمه على سايد افكتس اذا صارت شو يعمل. يعني الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور شو اكثر سايد افكت؟ كف كف، ممكن يعمل رينال فيلير بالنسبه هايبركاليم. فلازم نكون معلمين البيشنتس عليهم. البيشنتس لازم يضلوا يقرا او يقيس ضغطه يوميا في البيت، بطل دخان، يقلل من الكحول، ويظلوا زي ما حكينا نتابع الفولو اب ابوينتمنت. اهم شيء هون هذا التوبيك هايبرتنسيف، مين بيقدر يقرا لي هاي كرايسيس؟ كيف دياغنوسيس؟ دياغنوسيس كرايسيس، كرايسيس بتلاقي في اي ماشي، هايبرتنسيف كرايسيس هاي واحدة، هاي الثانية، فبالتالي هي جمع هايبرتنسيف كرايسيس. لما يكون البيشنت مش قادر يعمل كنترول على الهايبرتنشن، او يكون اندياغنوست، او البيشنت يوقف الادوية، بطل ياخذ ديوريتكس، بطل ياخذ الاي سي اي انهيبيتورز، مرة واحد ارتفع الضغط وصار عنده واحد من هاي الحالتين، من الاخطر هايبرتنسيف ايمرجنسي ولا الهايبرتنسيف ايرجنسي؟ ايمرجنسي دائما اخطر من ايرجنسي كلمات، ونفس الاشي بنطبق هون. هايبرتنسيف ايمرجنسي لما يجي البيشنت ويكون ضغطه فوق ال 180 سيستوليك او فوق ال 120 دياستوليك او كلاهما ماشي، او يعني مش لازم يكون هالرقم ثنتين، لا، يا سيستوليك فوق ال 180 او دياستوليك فوق ال 120 او كلاهما، هاي شو بسميها؟ هايبرتنسيف ايمرجنسي، ماست بي لورد ايميديتلي عن طريق الاي في ميديكيشنز عشان امنع الدمج للتارجت اورجانز اذا ما صار اصلا. اذا ما صار بالهايبر، عرفنا شو الايمرجنسي، بنعتمد على القراءه هاي. هايبرتنسيف ايرجنسي بيشنتس عنده بلاد بريشر از فيري هاي، ما في قراءه، لكن ما بيكون في عنده اي ايفيدنس اوف ايميديت اور بروجريسيف تارجت اورجان دامج. يعني مثلا بيشنتس عنده 170 سيستوليك على 110 مثلا، ما في عنده ايفيدنس اوف ايميديت اور بروجريسيف تارجت اورجان دامج، بقول ان عنده هايبرتنسيف ايرجنسي. بينما بيشنتس اجاني 170 110 وعنده ستروك، صار معاه جلطه دماغيه، هاي بسميهاش هايبرتنسيف ايرجنسي، شو بسميها؟ ايمرجنسي، حاله طارئه. عندي اسئله. تفضلي. المستشفى لما نقيس الضغط، انا عندي عندي مشكله في ان انا اعرف اذا هو عنده الفيتد بلاد بريشر ولا بيكون مش الفيتد او انه طبيعي. كيف بعرف ان هذا البلاد بريشر طبيعي؟ ما احب يكون مرات السيستوليك اكبر من الطبيعي او مرات الدايستوليك تكون اكبر من الطبيعي، بس انا مش عارفه يعني كيف كيف كيف. يعني مثلا اذا كان، اعطيني مثال. 174 على 90 174. طيب شو بتستني؟ هو انا بكون مش عارف طبيعي المريض، مش عارف انا احكي له بيجي لي يعني كم الضغط. هيا يومي مش عارف انا، يعني مش عارف اذا هو هيا 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 شو معناها؟ يكون عنده very high وما فيش عنده اي signs symptoms، هاي hypertensive urgency. كيف طبيعي؟ هاي hypertensive urgency. انا احنا قلنا شو بناخذ القراءة الاعلى، يعني ممكن يكون عندك ضغط patients 120 وعنده diastolic 100، شو هذا بقول عنه؟ هذا بقول له hypertension، نقول انه عنده هذا البيشنت، نقول له عنده هايبرتنشن. بس احنا اخذنا الكلاسيفيكيشن تاعت الهايبرتنشن، قلنا اكثر من كلاسيفيكيشن، برايمري وسكندري حسب الكوز اللي عرفنا او الستيجز. في كمان اذر تايز للكلاسيفيكيشن، يا دياستوليك يا سيستوليك او كومبايند، هاي ما اخذتوهاش وما راح ولا راح تاخذوها في كل التمريض، ما راح تاخذوها في كل التمريض، عرفنا. انا لكن انا في الاول والاخير بقول للبيشنتس انه عندك انت ضغط، مش انا بقول له، بقول له ضغطك مرتفع وبروح بعمل دوكيومنتيشن. هل انا اللي اذا البيشنت سالني طبعا، لكن هل انا اللي بشخص؟ انا لقيت قراءه ولقيتها مرتفعه،
واحد من المبادئ الأخلاقية إني ما أخبي على المريض، مش ما أخبي، إني ما أكذب على المريض. بس البيشنت ما سألني لا تحكي لهوش، ليش تروح ترفع ضغط أكثر وأكثر أنت؟ والله يا عم ضغطك مرتفع، شو مبارح متناول ما كلك منسف مكثر مكسرات، ما بزبط هذا. لا، إذا البيشنت ما في عنده ساين سيمتومز لكن لقيت الضغط مرتفع ما سألك لا تحكي، روح اعمل ريبورت دايركتلي، روح اعمل مباشرة، خبر الدكتور خليه يجي. انا بقول لك لما تكون ممرض سواء انت طالب روح خبر الانستركتور او خبر النيرس. هسه هذا كل واحد برجع له الضمير، اذا بتعرفوا الدكتور موجود دكتوره احكوا له. احنا بنعرف، احنا بنعرف، لا احنا شو دائما بنقول لكم يا جماعه، انتوا هسه طلاب، الشغل الوحيد اللي بتقدر تعملوها شو؟ تعمل ريبورت، اعمل ريبورت. الممرض ما قدر يعمل اشي او ما او طنش وشفت الدكتور روح اعمل احكوا للدكتور، ما قدرت وشو بدي يا ربنا بدي حاسبكم مثلا؟ لا، لكن بكره المهم بكره لما تصير انت ممرض ما ترتكب نفس افعال. احنا هذا المهم. انا هسه مش راح اجي احاسبك والله اذا البيشنت مات تحت ايديك، انت طالب لساتك، لكن بكره اذا اهملت والبيشنت مات تحت ايديك شوف ربنا كيف بده يحاسبك. فانت اشتغل تعلم الصح عشان بكره لما تصير انت الممرض تكون انت تشينج ايجنت. لكن نعرف الصح، عرفت شو الحاله؟ ابدا مش طبيعي. عرفنا شو نفرق ما بين الهايبرتنسيف ايمرجنسي والهايبرتنسيف ايرجنسي؟ كيف التريتمنت؟ هايبرتنسيف ايمرجنسي هاي لازم ننزل الضغط ايميديتلي، خلال اول ساعة لازم انزل الضغط من 20% ل 25% خلال اول ساعة. يعني انت حسب حساب مثلا، مثال بيشنت عنده السيستوليك كان 200 والبلد بريشر تاع الدياستوليك كان مثلا 120، هذا بخوف هذا الرقم. فانت بدك تنزله تقريبا من 20، يعني قديش 40 ل 50، يعني اتليست خلال اول ساعة لازم يكون السيستوليك 150 وهاي تقريبا من 120، يعني قول تقريبا من 90 ل 100 لازم يكون هيك قراءته خلال اول ساعه. هيك رجعنا للشيء اللي ممكن الجسم يتحمل، لكن تخليه على 100 على 200 على 120 مصيبه. طلعوا ريديوس تو 160 على 100 اوفر 6 اورز، يعني اذا انت نزلت خلال اول ساعة من 20 ل 25 خلال اول ساعة وكان لساته الضغط اكثر من 160 على 100، مع انك نزلت من 20 ل 25، 160 على 100 حاول وصلهن هذا الرقم خلال 6 ساعات الثانيات اللي بتبعوا الفيرست اور. بعدين بحاول ارجع البلد بريشر للنورمال خلال ايام. شو الاكسبشنز؟ اسكيميك ستروك والاورتيك دايسكشن ضروري هسه يرجعوا للنورمال، بظبطش استنى لايام. الميديكيشنز طبعا اسكيميك ستروك راح تاخذوها في الادلت 2 والاورتيك دايسكشن اخذنا الاورتيك دايسكشن. اذا ظل الضغط مرتفع وعنده اورتيك دايسكشن شو راح يصير معه؟ رابتشر. واذا بتتذكر وقلت لكم الربتشر والبيشنتس جوات المستشفى المورتاليتي ريت حاطين في السلايدات 30% فوق 52%، هو في المستشفى نسبة الوفاة 50% هاي الاورتيك ربتشر. عشان هيك شو لازم انزل الضغط؟ انزله الطبيعي بشكل سريع. اسكيميك ستروك شو يعني اسكيميك ستروك؟ جلطة دماغية اسكيميك، لانه الجلطات الدماغية او الستروك بقسموها يا اسكيميك يا هيموريجيك، يا نزيفي يا عن طريق ثرومبوس مثلا يصير اسكيميا. ثنتين راح يزيدوا اشي مسميه انتراكرينيال بريشر، ثنتين. فانا لا ضروري جدا بهيك حالات لازم انزل بلد بريشر، يعني وذن خلينا او يكون كلوز للنورمال رينج خلال اول ساعة. ايش الميديكيشنز؟ راح قلنا نستخدم اي في ميديكيشن، اي في فيزو دايليتر، سترونج فيزو دايليتر، صوديوم نيتروبروسايد، نيكاردبين، لوكالسيوم شانل بلوكر،
فينال دوبوم ميثيليت اللي هي دوبامين ريسبتر اجونست، وهي كثير كويسه في حاله الفيو كروموسايتوما اللي قبل شوي حكينا لكم عنها. ان لابريليت اللي هي اي سي اي انهبيتور نيتروجليسرين ممكن ينعطى اي في. طبعا هذا البيشنتس امرجنسي، فانت بدك تضلك تعمل فريكوينت مونيتورنج في البلود بريشر اند كارديوفاسكولار ستاتس. بالنسبه للهايبرتنسيف ايرجنسي بكون مع البيشنتس اليفيتد بلود بريشر، ممكن تلاقي عنده سيفير هيديك نوز بليد اور انكزايتي، هاي مش دينجرس ساينز سيمتومز، مش دينجرس، لكن بلش انه يصير في عنده دامج بعض الاورجنز. لكن لقينا عنده مثلا واحد عنده 160 على 100 وعنده اسكيميك اتاك، بسميها ايرجنسي. شو مسميها؟ ايمرجنسي. بهيك حالات شو البيشنتس لازم اعمل له كلوز مونيتورنج للبلد بريشر كارديوفاسكولار ستاتس، اضلني اعمل له اسسمنت اوف بوتنشال ايفيدنس اوف تارجت اورجان دامج. الجول تاعنا اني ارجع البلد بريشر نورمال خلال 24-48 ساعة، يعني بين قوسين لا تستخدم الاي في ميديكيشن، ما بنستخدمش الاي في. شو بنستخدم؟ اورال ايجنت، لكن شو بتكون؟ فاست اكتنج، مثل بيتا ادرينرجيك بلوكرز، اي سي اي انهبيتورز، الفا 2 اجونست زي كلونيدين. في اي سؤال على البلد بريشر؟ بريك 5 دقائق 6 دقائق، نرجع عشان موضوع